في كل شهر بلدية صيدا تعمل جلسة مفتوحة تمهيدية ولا عادية وتجبد فيها المشاكل متاع البلاد. الجلسة هذه عمومية ومفتوحة والناس الكل تنجم تحضر. تبقى الحضور ديما ضعيف والشباب مش قاعد يحضر. توا عندك جروب في ديك تنجم توصل به صوتك، عندك مشكلة، عندك تجاوز وإلا اقتراحات تنجم تهبطهم في الجروب وتوصل صوتك للناس الكل.